في حلقة جديدة من كواليس يلا كورة. النهاردة هنتكلم معاكو على اللغز، اللغز اللي داخل نادي الزمالك والناس كلها عايزة تعرفه، ازاي اللعيبة خدت مستحقاتها وهل خدتها فعلا ولا لا؟ اللعيبة بالفعل خدت جزء من مستحقاتها والباقي هتصرفه بعد 10 ايام، ولكن عشان نوصل للنقطة دي ايه اللي حصل خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا من لعيبة الزمالك ومن مجلس الإدارة ومن الجهاز الفني القديم لحد ما جالنا الجهاز الفني الجديد بقيادة كارتيرون. في البداية لعيبة نادي الزمالك لما رجعوا من السفر كان عندهم لقاء مع رئيس نادي الزمالك، طلع شيكابالا والكابتن عصام مرعي لمكتب رئيس نادي الزمالك واتكلموا معاه انه ما ينفعش المواضيع تزيد عن الحد والهجوم اللي بيحصل واللعيبه وده ماتش وارد ان هم يخسروا. رد رئيس نادي الزمالك على الكابتن عصام مرعي وقال له انت كنت فين لما اللعيبه كانت بتخسر؟ انت مش قادر تسيطر على الفرقه. قال له ما ينفعش تتكلم معايا بالاسلوب دوت، لنا ولا اي نجم من نجوم الزمالك سواء الحاليين السابقين ما ينفعش تتكلم معانا بالاسلوب دوت. وكانت مشاده كبيره جدا، يعني مش هنقدر نقول تفاصيلها اكتر من كده لانها كانت عنيفه. في الوقت نفسه كابتن عصام قال له انا مستقيل، رئيس النادي قال له لا انت مش مستقيل، احنا اصلا مشيناكم واحنا جايبين جهاز جديد. رد الكابتن عصام مرعي قال احنا عارفين الكلام ده من بدري ومن قبل ماتش انبي، انتم مخلصين كارتيرون من بدري وكنا شغالين عارفين ان هو خلصان لانك مش هتعرف تخلصه في يوم وليله. جه الدور على شيكابالا كابتن الفرقه اللي رفض هو الاخر انه يتم التعامل مع اللاعبين باي مبدا من مبادئ التطاول او ما شابه، يعني قال لرئيس النادي انه تلات ارباع الفرقه مش عايزين امير مرتضى في الفرقه لانه مش قادرين ياخدوا مستحقاتهم ومفيش حاجه او مشكله بتخلص، فبالتالي اللعيبه هتيجي تقعد مع حضرتك ونشوف الناس دي هتتكلم ازاي. جات اللعيبه قعدوا مع رئيس نادي الزمالك اللي قال لهم ان هم متخاذلين وان هم مش قد المسؤوليه وان هم خذلوا الاداره وخذلوا الجمهور، فاللعيبه زمزقت من الكلام وكان الموضوع ظاهر على وشوشهم. فرد رئيس النادي قال واللي مش عاجبه كلامي يتفضل يجيب لي عقد مع السلامه في شهر يناير ويرفع ايده ويقول ان انا همشي. كانت هنا المفاجاه اللي اول مره تحصل ان كل اللعيبه رفعوا ايديهم لرئيس نادي الزمالك بالموافقه على الرحيل. رئيس النادي قال لا، دي مؤامره بقى معموله. فهنا تدخل الكابتن اسماعيل يوسف اللي قال يا سياده المستشار ان الناس دي زي ولادك يا لعيبه، سياده المستشار زي والدكم، فبالتالي احنا لازم نلم الشمل ونقعد ونهدى. وكان هنا الكابتن اسماعيل يوسف وجوده هو الحل للازمه وقال انه بنوعد اللعيبه ان تاخدوا جزء من مستحقاتكم اللي انا قلت عليه في الاول، مع الجزء الباقي بعد 10 ايام هتكون الفلوس كلها عندكم. هل نادي الزمالك اتقفل ولا ما اتقفلش والبوابات واللي الناس الكتير بتتكلم عليه؟ بالفعل نادي الزمالك اتقفل، بس اتقفل بطريقه غير اللي اتسربت للاعلام او غير اللي صدرها البعض. هو رئيس نادي الزمالك عنده مايك دايما في مكتبه او بيبقى تحته وهو في ارض النادي بيتكلم منه في الميكروفونات اللي موجوده داخل النادي. هو مسك المايك وقال انا مش عايز عربيه تخرج من باب من اي باب من ابواب النادي، هي العربيات ما بتدخلش غير من باب رقم 1 جامعه الدول العربيه لان ده الجراج الخاص باللعيبه اللي قدام الملعب اللي بيتدربوا فيه، فبالتالي معنى ان العربيات ما تخرجش يعني اللعيبه ما تخرجش، لكن لا، لو كانت اللعيبه عايز تخرج لوحدها من غير عربياتها وطبعا ده كان مرفوض من اللعيبه وما كانوش هيعملوا. دي المشكله ودي حلها. وهنا هدى رئيس نادي الزمالك الامر مع اللعيبه لانه شاف في جماعيه في ان هم عايزين يبقوا على موقف رجل واحد، وعاتبهم رئيس نادي الزمالك على الدعم اللي عملوه على السوشيال ميديا لميتسو وقال انه ما كانش ينفع ان انتوا تدعموه بالطريقه دي لانكم بتطلعوا الاداره في موقف محرج. ومن هنا اتحلت الازمه. نشوف بعد المباريات اللي جايه هل هيتم دفع بقى المستحقات ولا هنرجع نقطه الصفر من تاني. نتمنى حل الازمه وكل استقرار لنادي الزمالك.